بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلاب والطالبات الصف العاشر في شرح درس جديد من دروس كتاب الرياضيات للصف العاشر الفصل الثاني. درسنا لليوم بعنوان قياس الزوايا Angles and their measurements. ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول. أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف. أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو، وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون. فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون، رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو، وبتمنى إنكم تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كتير. وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ. عندي نشاط واحد بيحكي لي: تعيش المدن الفلسطينية أزمة مرورية خانقة مما يعرقل عمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف ويؤخر المواطنين عن أعمالهم يوميا، لذلك ارتأت البلديات إنشاء الدواوير عند مفترقات الطرق ومداخل المدن. فزي ما احنا شايفين عندنا الدوار اللي هو وظيفته انه يقلل من الأزمة المرورية اللي بيعملوا عند مفترقات الطرق ومداخل المدن. طيب زي ما احنا شايفين هذا هو شكل الدوار. طيب عند حركة جسم ما في مسار دائري، يعني لما الجسم يتحرك في مسار دائري اللي هو زي الدوار، فإن الزاوية المركزية تتغير مع الزمن حسب العلاقة. السرعة الزاوية أوميجا بتساوي السرعة الخطية للجسم اللي هي عبارة عن عين، اللي هي سرعة السيارة نفسها، على نصف قطر المسار الدائري ناق. يعني عشان نجيب السرعة الزاوية أوميجا بدنا السرعة الخطية وبدنا نصف القطر. طيب إذا صارت سيارة حول دوار نصف قطر قديش؟ 5 من 1000 كيلومتر، يعني أدانا نصف القطر. وأشار عداد السيارة إلى سرعة خطية 30 كيلومتر في الساعة. أجد معدل تغير الزاوية المركزية بالدقيقة، يعني بده معدل تغير الزاوية المركزية بالدقيقة، يعني بده السرعة الزاوية للسيارة. السرعة الزاوية للسيارة هي نفسها معدل تغير الزاوية المركزية بالدقيقة. طيب أنا قال لي إنه السرعة الخطية عبارة عن إيش؟ عبارة عن 30 كيلومتر للساعة، وأداني نصف القطر عبارة عن 5 من 1000 كيلومتر. طيب نيجي الآن للقانون، نطبق في القانون. السرعة الزاوية حتساوي السرعة الخطية اللي عبارة عن 30 كيلومتر لكل ساعة تقسيم نصف القطر اللي هو عبارة عن 5 من 1000 كيلومتر، وراح أشوف قديش الجواب راح يطلع عندي. فزي ما احنا شفنا أو زي ما احنا شايفين 30 تقسيم 5 من 1000 قديش راح يطلع عندي؟ حيساوي 6001 على ساعة. إيش يعني 1 على ساعة؟ 1 على ساعة اللي هي الوحدة، لأنه كيلومتر الموجودة في الباص راح تروح مع كيلومتر اللي في المقام، فراح يضل عندي على ساعة اللي هي 1 على ساعة. طيب هو قال لي في السؤال انه بدنا الاشي بالدقيقة، يعني بده معدل تغير الزاوية المركزية بالدقيقة، فبالتالي انا بدي احول من ساعة الى دقيقة. طب الساعة كم دقيقة فيها؟ فيها 60 دقيقة، يعني الساعة الواحدة عبارة عن 60 دقيقة، يعني راح نضرب هنا في 60، صح ولا لا؟ الواحد ساعة فيها 60 دقيقة، يعني لما احول من ساعة لدقيقة لازم نضرب في 60 عشان يطلع عندي 60 دقيقة. طيب فبالتالي 6000 تقسيم 60
فبيطلع عندي انه السرعة الزاوية اوميجا عبارة عن 100 واحد على دقيقة. يعني السرعة الزاوية او معدل تغير الزاوية المركزية بتتغير 100 درجة في الدقيقة زي ما احنا شايفين. فهذا هو الجواب اللي موجود عندي. طيب ولكن بما انه الزاوية احنا عندنا في السرعة الزاوية وحدة قياسها بالراديان او الراديان، فبالتالي وحدات القياس حتكون عندي راديان على ساعة وراديان على دقيقة. فبالتالي لأن وحدات القياس حتكون بوحدات الزوايا اللي هي الدائرية، لأنه عندي حركة دائرية، فبالتالي وحدة القياس حتكون راديان على دقيقة. هذه هي وحدة قياس السرعة الزاوية. فزي ما احنا شايفين هذا هو الحل اللي حلناه. أوميجا ينتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجبة، يعني أوميجا اللي عبارة عن السرعة الزاوية أو معدل تغير الزاوية المركزية ينتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجبة، لأنه مش ممكن يكون سالب، لأن ناتج قسمة عددين حقيقيين هو عدد حقيقي، ويسمى التغير في القياس الدائري للزاوية ووحدته راديان لكل دقيقة. يعني وحدة قياس الزاوية المركزية أو تغير الزاوية المركزية اللي هي أوميجا أو السرعة الزاوية هي عبارة عن راديان في الدقيقة. طيب بنلاحظ عندي إنه هو هنا إيش سوى؟ حول السرعة من 30 كيلومتر لساعة لكيلومتر لدقيقة، يعني حول الوحدة من كيلومتر لساعة لكيلومتر لدقيقة. عشان نحول من كيلومتر لساعة لكيلومتر لدقيقة زي ما حكينا بدنا نقسم على 60، فبالتالي 30 على 60 رح يطلع عندي نص. إذن عشان يجيب السرعة الزاوية للحالة اللي قلناها هيقسم السرعة اللي عبارة عن نص تقسيم نصف القطر اللي هو عبارة عن 5 من 1000، ورح يطلع معنا نفس الجواب اللي هو عبارة عن 100 راديان بالدقيقة. نيجي الآن لنشاط 2. في الشكل المجاور تم تقسيم الدائرة إلى 360 قوسا متساويا في الطول، يعني قسمنا الدائرة ل 360 قوس يعني ل 360 درجة. فإن الزاوية المركزية التي تقابل كل قوس قياسها 1 درجة، والزاوية التي تقابل 50 قوس يكون قياسها 50 درجة. يعني الزاوية اللي بتقابل قوس واحد قياسها درجة، القوس الواحد اللي هو بيكون صغير جدا جدا، بينما اللي بتقابل 50 قوس حيكون قياسها 50 درجة. والدرجة الواحدة تقسم إلى 60 جزءا أصغر منها وهو الدقيقة. نكتبها على الصورة، الواحد درجة بتساوي 60 دقيقة. يعني هذا إيش جديد بنتعلمه، يعني الدرجة الواحدة من الزاوية بنقسمها أيضا إلى 60 جزء وبنسميه 60 دقيقة، والرمز تبعها بالشرطة. يعني شايفين الشرطة اللي موجودة هنا، هنا بتعبر عن جزء من الدقيقة. فزي ما احنا شايفين الدقيقة الواحدة فيها 60 جزء، يعني فيها 60 دقيقة. ايضا بيقول لي انه الدقيقة الواحدة اللي هم اساسا عبارة عن 60 دقيقة في الدرجة الواحدة تقسم الى 60 جزءا اصغر منها، يعني برضو بنقسم الدقيقة الواحدة الى اجزاء اصغر منها بنسميها الثانية، وتكتب على الصورة 1 دقيقة بتساوي 60 ثانية. الثانية بنعبر عنها برمز شرطتين. طيب إذن الزاوية 32.6 إيش بتساوي؟ 32 درجة رح تضلها زي ما هي، ولكن 0.6 بدنا نحولها، بدنا نحولها إلى إيش؟ إلى دقائق وثواني. طيب 0.6 عشان نحولها لدقائق إيش بنسوي؟ إحنا عارفين إنه الزاوية الواحدة أو الدرجة الواحدة فيها 60 درجة أو 60 دقيقة عفوا، فبالتالي رح نضرب 0.6 ضرب 60 دقيقة عشان يطلع لي كم درجة موجود عندي في الزاوية. فبالتالي 0.6 ضرب 60 بيطلع عندي 36 دقيقة، يعني هذه أو 0.6 بتمثل 36 دقيقة.
لأنه المية اللي هو أو العشرة اللي هم عبارة عن اللي هو درجة جزء من درجة، الستة من عشرة بتمثل 36 من 60، يعني 36 من 60 دقيقة، لأنه الدرجة الواحدة عبارة عن إيش؟ عبارة عن 6 أو 60 دقيقة. طيب إذا كان في عندي 6 من 10 درجة قديش راح تمثل بالدقائق؟ فسهلة، نسبة وتناسب، نضرب ضرب مقصي 6 من 10 ضرب 60 على 1، فبالتالي هينا ضربنا 6 من 10 ضرب 60، فطلعت إنها بتساوي 36 درجة. يعني الزاوية 32.6 نقدر نكتبها على الشكل 32 درجة و36 دقيقة زي ما احنا شايفين. طيب يسمى قياس الزاوية بالدرجات والدقائق والثواني القياس الستيني للزاوية. يعني هذا طريقة القياس هذه اللي بنقيس الزاوية فيها بالدرجات وبالدقائق وبالثواني بنسميه القياس الستيني للزاوية. طيب ليش سمينا هذا القياس بالقياس الستيني؟ لأنه احنا عارفين انه الواحد درجة ايش بتساوي؟ بتساوي 60 دقيقة، والواحد دقيقة ايش بتساوي؟ 60 درجة. اذا عشان هيك سميناه بالقياس الستيني، فبالتالي لما بدنا نحول بنضرب في 60. طيب نيجي الآن للنشاط اللي بعديه، نشاط 3. نشاط 3 بيحكي لي في الشكل المجاور دائرة مركزها ميم ونصف قطرها وحدة واحدة. يعني الدائرة هذه المركز تبعها ميم، نص القطر لهذه الدائرة عبارة عن وحدة واحدة، طول القوس ألف باء بيساوي طول نصف قطر الدائرة. القوس اللي موجود عندي ألف باء بيساوي طول نصف القطر، يعني طول القوس أيضا راح يكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن وحدة واحدة. يعني طول القوس عبارة عن وحدة واحدة. طيب إيش هذا الكلام أو إيش بيعني لي أنا هذا الكلام؟ بيقول لي يكون قياس الزاوية سين بالقياس الدائري عبارة عن 1 راديان ونرمز له بالرمز 1 دال. يعني الزاوية سين اللي هي في القياس الستيني لما نحولها للقياس الدائري قديش القياس راح يكون تبعها؟ 1 راديان، ونرمز لها بالرمز 1 دال. فبالتالي هذه الدائرة اللي موجودة عندي هي عبارة عن دائرة الوحدة اللي بيكون فيها طول القوس بيساوي طول نصف القطر واللي هو عبارة عن وحدة واحدة، وسين عبارة عن الزاوية اللي هي عبارة عن 1 راديان زي ما احنا شايفين. طيب بيقول لي في عندي تعريف مهم جدا، الزاوية النصف قطرية هي زاوية مركزية في دائرة يقابلها قوس طوله يساوي طول نصف قطر الدائرة. يعني الزاوية هذه اللي بنسميها زاوية نصف قطرية هي عبارة عن زاوية بيقابلها قوس طوله بيساوي نصف قطر الدائرة ويرمز لها بالرمز 1 دال. يعني بنرمز لهذه الدائرة أو الزاوية بالرمز 1 دال، يعني 1 راديان، وهي وحدة قياس الزاوية بالقياس الدائري للزوايا. يعني هذه الوحدة اللي هي عبارة عن 1 راديان أو الراديان هي عبارة عن وحدة قياس الزاوية بالقياس الدائري. يعني في عندي طريقتين للقياس، قياس ستيني وقياس دائري، هل جيتها راح نشوف إيش هو. طيب في عندي أفكر، ما هو القياس الدائري إذا كانت الزاوية مرسومة في دائرة نصف قطرها نقط لا يساوي 1؟ طبعا في هذه الحالة مش راح يكون عندي الزاوية سين هي عبارة عن 1 راديان، ولكن راح يختلف عندي اللي هو قياس طول القوس عن نصف القطر. طيب نيجي الآن لنشاط 4 وهو النشاط المهم. بقول لي في نشاط 4 انه محيط الدائرة بيساوي 2 باي نق او 2 نق باي او 2 طا نق. طبعا باي عبارة عن 3.14 زي ما احنا بنعرف تقريبا. طيب اذا محيط الدائرة بيساوي 2 باي نق، محيط دائرة الوحدة قديش بيساوي؟ اللي هو حيساوي 2 باي،
ليش؟ لأنه أساسا أنا في دائرة الوحدة اللي موجودة عندي نصف القطر لإلها بيساوي واحد، فبالتالي بما أنه نصف القطر بيساوي واحد، 2 ضرب 1 ضرب باي بيطلع عندي 2 باي. هذا هو عبارة عن محيط دائرة الوحدة. إذن الدورة الكاملة اللي هي بتكون بالقياس الستيني عبارة عن 360 درجة. لما احنا نمشي في القياس الستيني الدورة الكاملة عبارة عن ايش؟ تبدأ من 0 90 180 270 لعما تصل ل 360 درجة، صح ولا لا؟ هذا هو قياس الدائرة في القياس الستيني. بينما في القياس الدائري ايش بقابلها؟ بقابلها 2 باي دال. يعني بالقياس الدائري احنا بنعتمد على محيط دائرة الوحدة. قديش محيط دائرة الوحدة؟ أول حاجة بيكون هنا عندي 0، بعديها محيط القوس هذا اللي هو بيساوي باي على 2، وهنا بيساوي باي، وهنا المحيط قديش بيساوي؟ بيساوي 3 باي على 2، وهنا المحيط بيساوي عندي 2 باي. يعني في القياس الدائري احنا بنعتمد على المحيط مش على قياس الزاوية نفسها بالقياس الستين. طيب بما انه 2 باي دال، يعني 2 باي بالقياس الدائري عبارة عن 360 درجة، طب نصها اللي هو عبارة عن باي بالقياس الدائري ايش راح يقابلها؟ راح يقابلها 180 درجة. يعني هنا راح يكون عندي 360 عبارة عن 2 باي، وال180 عبارة عن باي. ليش؟ لأنها مقابلة لإلها اللي هي عبارة عن نص ل2 باي. طيب إذن الباي بالقياس الراديان أو بالقياس الدائري بتكافئ 180 درجة بالقياس الستيني، فهذه المعلومة لازم نحفظها زي اسمنا. طيب باستخدام التقريب باي بتساوي 3.14%، نستنتج انه 1 راديان بيساوي تقريبا 57.3، يعني 1 راديان بيساوي 57.3 درجة. يعني الواحد الدرجة الواحدة من الراديان بتساوي 57.3. هذا لو احنا بدنا نعتبر انه باي بتساوي 3.14. طيب 3 راديان قديش كم درجة بتساوي؟ طبعا هتساوي 57.3 ضرب 3 اللي هي راح تساوي 171.9. 1.5 راديان طبعا راح تساوي نصف القيمة هذه اللي هي عبارة عن 85.95 درجة زي ما احنا شايفين. طيب نيجي الآن للنشاط 5 عشان نتعرف أكثر على هذا الموضوع أو على طريقة القياس الدائري للزوايا. طيب في النشاط 5 بيحكي لي أولا أحول قياس الزوايا الآتية من درجات إلى زوايا نصف دائرية أو نصف قطرية اللي هو راديان، يعني بالنظام الدائري. بدنا نحول قياس الزوايا من ستيني إلى دائري. عندي الزاوية 90 و120 وسالب 225. طيب عشان نحول من درجات إلى دائري أنا بعرف المفتاح تبعنا. المفتاح هو أنه باي بالقياس الدائري بتساوي 180 بالقياس الستيني. طيب 90 درجة قديش بتساوي بالقياس أو بالتقدير الدائري؟ طب أنا عارف أنه الزاوية ها أو الزاوية اللي هي أنا بدي إياها اللي هي الزاوية ها اللي هي عبارة عن 90 بالقياس الدائري إيش حتساوي؟ حتساوي 90 تقسيم 180 ضرب باي دال عن طريق النسبة والتناسب. لأنه إذا حكينا إنه باي بالتقدير الدائري بتقابل 180 درجة، طب 90 درجة قديش بتساوي بالقياس الدائري؟ حنضرب 90 ضرب باي تقسيم 180، فبكل سهولة 90 ضرب باي تقسيم 180 بيطلع عندي الجواب باي على 2 أو نص باي.
فبالتالي 90 بما انها نص ال 180 فبالتالي طبيعي انها تطلع نص الباي، يعني باي على 2 بالتقدير الدائري. طيب نيجي الان لل 120 بنفس الطريقه، الباي بتعادل 180، طب ال 120 قديش بتعادل بالقياس الدائري؟ نفس الطريقه 120 ضرب باي على 180، يعني دائما بنضرب في باي وبنقسم على 180 لما بدنا نحول من قياس 60 الى دائري. ولو انا نسيت بقدر اعمل النسبه والتناسب زي ما احنا شايفين ونضرب ضرب تبادلي. طيب 120 تقسيم 80، طبعا الصفر راح يروح مع الصفر، تقسيم 2 فيها عندي 6، تقسيم 2 فيها عندي 9، تقسيم 3 في عندي 3، تقسيم 3 في عندي 2، اذا راح يطلع الجواب 2 تقسيم 3 باي. فهذا هو الجواب اللي راح يطلع عندي، ال 120 بالقياس الدائري راح يطلع عندي بيساوي 2 على 3 باي بالقياس الدائري. طيب نيجي الآن للزاوية الثالثة اللي هي عبارة عن سالب 225. طبعا أنا السالب ما بيفرق عندي نهائيا، لما نحول من درجات زي ما حكينا سالب 225 لما بدنا نحولها إلى القياس الدائري راح نضرب في باي ونقسم على 180، يعني سالب 225 تقسيم 180 ضرب باي بالدائري. طبعا باي هذه اللي في الدائري راح تطلع زي ما هي، مش حدا يعوض عن قيمتها ب 3.14 من 100، لا هذه باي قيمتها 180 درجة بالقياس الدائري، فبالتالي هي بتختلف عن باي اللي احنا بنعرفها اللي بنعوض عنها ب 3.14 من 100. اذا زي ما احنا شايفين سالب 225 تقسيم 180 بيطلع عندي سالب 5 على 4 باي بالتقدير الدائري. فاذا زاوية سالب 225 بيطلع عندي سالب 5 على 4 باي زي ما احنا شايفين. فهيك انا حولت الزوايا من القياس الستيني الى القياس الدائري، دائما بنضرب الزاوية في باي على 180 درجة مباشرة عشان نحول من الستيني إلى الدائري. نيجي الآن لثانيا أحول قياس الزوايا من دائري إلى درجات. زي ما احنا شايفين عند القياس الدائري 5 على 6 باي، 3 على 4 باي، 15 على 18 باي، بدنا نحولها إلى قياس الدرجات اللي احنا بنعرفه اللي هو القياس الستيني. طيب ايش بدنا نسوي في هذه الحالة؟ انا بعرف المفتاح تبعنا انه 180 درجة بتعادل ايش؟ بتعادل باي بالتقدير الدرجات، يعني بالتقدير الدائري. طيب اذا 5 على 6 باي بالتقدير الدائري، 5 على 6 باي بالتقدير الدائري قديش راح تعادل بالتقدير الستيني؟ هذا الاشي اللي بدي اياه. اذا بنضرب ضرب تبادلي، اذا راح نضرب في 180 تقسيم باي، يعني عشان نحول دائما قياس الزاوية من دائري إلى درجات بنضرب في 180 تقسيم باي، يعني عكس العملية اللي عملناها بالأول لما كنا نحول من 60 إلى دائري كنا نضرب في باي على 180، بس من دائري ل 60 حنضرب في 180 على باي. إذن لتحويل من دائري إلى درجات باي دال يقابلها 180، فبالتالي 5 على 6 باي دال حتساوي سين بالدرجات، نسبة وتناسب راح تطلع معي سين عبارة عن 5 على 6 باي ضرب 180 على باي، باي مع باي حيروحوا مع بعض، بضل عندي 5 على 6 ضرب 180، فسين إذا هي الزاوية حتساوي 150 درجة. إذن دائما لما بدنا نحول من دائري إلى درجات نضرب في 180 تقسيم باي. الزاوية 3 على 4 باي دال حنضرب طبعا زي ما حكينا في 180 على باي عشان نحولها للتقدير الستيني، باي مع باي بتروح، بضل عندي 3 على 4 ضرب 180، 3 تقسيم 4 ضرب 180 بيطلع عندي 135 درجة عن طريق الآلة الحاسبة. طيب عند بدي زاوية قياسها سالب 15 على 18، سالب 15 تقسيم 18 بالتقدير الدائري بدنا باي بدنا نحولها الى التقدير الستيني. طبعا زي ما حكينا رح نضرب 15 على 18 بالسالب باي دال،
راح نضربها في 180 على باي دال بالتقدير الدائري. الباي ما هتروح مع الباي، راح يضل عندي سالب 15 على 18 ضرب 180 ويساوي سالب 150. طيب زاوية قياسها 2 درجة أو 2 راديان، طبعا هذا هو بالقياس الدائري، باستخدام باي بتساوي 3.14%. يعني لو استخدمنا انه باي 3.14% قديش بتساوي بالدرجات؟ طيب احنا قبل شوية حكينا انه الواحد درجة قديش بتعادل؟ بتعادل 57، او الواحد راديان بعادل 57 درجة تقريبا، او بالضبط بتطلع عندي 57.3. يعني كل زاوية او كل واحد راديان بيعادل 57.3. طيب 2 راديان ايش راح تعادل؟ 57.3 ضرب 2، لانه راح نضرب الطرفين باثنين، فبالتالي 57.3 ضرب 2 فبيطلع عندي الجواب بيساوي 114.6 بالتقدير الستيني. فهذه طريقة تانية عشان نحول زي ما احنا شايفين. طيب اكمل الجدول الاتي. عندي الزوايا بالقياس الستيني سين درجة، وعندي الزوايا بالقياس الدائري اللي هي ها راديان. الثلاثين درجة قديش بتمثل بالقياس الدائري؟ طيب عشان نحول دايما من قياس ستيني لقياس دائري قلنا ايش بنضرب؟ من قياس ستيني لقياس دائري حنضرب في باي على 180، بينما لما بدنا نحول من القياس الدائري الى القياس الستيني قديش بنضرب؟ بنضرب في 180 تقسيم باي. فبالتالي هدول النسبتين لازم تحفظوهم او بتعملوا نسبة وتناسب وبتطلع معكم بكل سهولة. فبالتالي لو ضربنا 30 عشان نحولها في باي على 180 راح تطلع معي باي على 6، الخمسة واربعين عبارة عن باي على 4، التسعين عبارة عن باي على 2، المية وخمسين عبارة عن 3 على 4 باي، المية وخمسين عبارة عن 5 على 6 باي، المية وثمانين عبارة عن باي زي ما احنا احفظنا وعرفنا، المتين واربعين عبارة عن 4 على 3 باي. ايش الزاوية الستينية اللي بتكافئ 3 باي على 2؟ طبعا بدنا نحول من دائري الى ستيني بنضرب في 180 على باي فبتطلع الزاوية 270. نرجع 300 بدنا نحولها الى القياس الدائري بنضرب في باي على 180 بتطلع عندي قديش؟ 5 على 3 باي. 315 عبارة عن 7 على 4 باي. سالب باي عبارة عن سالب 180، لأنه باي عبارة عن 180 فالسالب تبعها سالب 180، وسالب 120 عبارة عن سالب 2 على 3 باي. هذا هو تحويل الزوايا اللي موجود عندي في الجدول من القياس الستيني للدائري والعكس. فزي ما حكينا عشان نحول من قياس ستيني لدائري بنضرب في باي على 180، ومن دائري إلى ستيني بنضرب في 180 على باي. طيب نيجي الآن لنشاط 6. أرسم الزوايا الآتية في الوضع القياسي. نيجي الآن نرسم الزوايا في الوضع القياسي. في الوضع القياسي معناها أنه أنا بدي أبدأ الزاوية أو أبدأ رسم الزاوية من محور السينات الموجب. إذا كانت الزاوية بالموجب رح نمشي عكس عقارب الساعة، وبالسالب رح نمشي مع عقارب الساعة. إذن الزاوية 120 حنمشي عكس عقارب الساعة لعما نصل للزاوية 120، تقريبا هي هنا وصلنا للزاوية 120، هذه هي عبارة عن الزاوية 120 درجة زي ما أخذنا أو زي ما عرفنا في الدرس الأول. طبعا هذا محور السينات عنده الزاوية 0 و360، هنا عندنا الزاوية 90، هنا 180، هنا 270. طيب نيجي الآن للزاوية سالب 240. سالب 240 يعني رح نمشي مع عقارب الساعة، يعني هذه مشينا هيك عكس عقارب الساعة، الآن رح نمشي مع عقارب الساعة. هاي 90 وهي 98، 180
قديش ضايلنا على 240؟ ضايلنا كمان 60، لأنه وصلنا لل 180 فبدي كمان 60. طيب لاحظوا لما نمشي كمان 60 رح يطلع معي نفس الضلع اللي أنا عملته اللي هو بالأول. ليش؟ لأنه هذه 120، الزاوية اللي هان عبارة عن 30، لأنه 90 زائد 30 عبارة عن 120، والزاوية اللي هنا اللي ضلت عشان نكمل السالب 240 عبارة عن 60. فإذا هدول الزاويتين رح يطلعوا في نفس المتجه اللي موجود عندي، فهذه هي الزاوية سالب 240. يعني الزاوية 120 هيها، وأيضا الزاوية 240 هيها، ولكن الفرق إنه الزاوية هذه أجناها عكس عقارب الساعة، وهذه الزاوية أجناها مع عقارب الساعة لأنها سالبة. طيب إيش اللي بلاحظه في هذا الكلام؟ بلاحظ إنه الزاوية 120 درجة تكافئ الزاوية سالب 240. فهذا الإشي اللي بدنا نلاحظه، يعني هذه الزاوية أو الزاويتين إلهم نهم نفس ضلع الابتداء اللي هو ضلع السينات الموجب ونفس ضلع الانتهاء، يعني الزاويتين انتهوا عندي في نفس الضلع زي ما احنا شايفين. طيب ايضا رح نلاحظ انه 50 و410 التنتين رح يكونوا متكافئتين. كيف؟ نيجي نشوف. لو اجينا رسمنا المحاور اللي موجودة عندي ونيجي نرسم الزاوية 50، طبعا الزاويتين موجبات، فرح نمشي من محور السينات عكس عقارب الساعة، فرح نمشي للزاوية 50. لنفرض مثلا انه هذه هي عبارة عن الزاوية 50، امشينا بالموجب عكس عقارب الساعة وبدينا من محور السينات الموجب. طيب الآن نيجي نمثل الزاوية 410، نفس الطريقة حنمشي عكس عقارب الساعة 410. طب اللفة الكاملة كلها أساسا عبارة عن 360 درجة ولسه ما خلصتش الزاوية. طب عشان نصل من 360 ل 410 بدنا كمان 50 درجة، فرح نمشي كمان 50، رح نلاقي حالنا وصلنا عند الزاوية 50 درجة اللي احنا أساسا عملناها بالأول. فبالتالي الزاوية هذه اللي عبارة عن 410 إلها نفس ضلع الابتداء ونفس ضلع الانتهاء للزاوية 50 درجة، معناها إنه الزاوية 50 درجة تكافئ الزاوية عبارة عن 410 درجة، يعني إلهم نفس ضلع الابتداء ونفس ضلع الانتهاء. إذن بيقول لي أتعلم، يقال لزاويتين أنهما متكافئتان إذا كان لهما ضلع الابتداء نفسه وضلع الانتهاء نفسه. في الشكل المجاور الزاوية ها تكافئ الزاوية ها زائد 2 دال، يعني الزاوية ها اللي موجودة عندي هنا بتكافئ الزاوية ها زائد 2 دال بعد ما زودنا عليها 360 درجة أو 2 دال بالقياس الدائري، لأنه أساسا 2 دال بتكافئ 360 درجة. طيب ليش هذا الإشي؟ لأنه الزاوية حتلف لفة كاملة رح تصل لنقطة البداية اللي هي عبارة عن 360 درجة، بعدها رح نحط الزاوية ها اللي هي أساسا بالأساس هي عبارة عن الزاوية ها اللي عملناها بالأول. فبالتالي دائما الزاوية بتكافئ الزاوية نفسها بإضافة 360 درجة، يعني مثلا الزاوية 0 بتكافئ الزاوية 360 درجة، الزاوية 10 بتكافئ الزاوية 370 درجة اللي هي عبارة عن 10 زائد 360، الزاوية 30 بتكافئ الزاوية 390 درجة، لأن عبارة عن 30 زائد 360 فبيطلع عندي 390. فدائما الزاوية لما نضيف عليها 360 درجة رح تطلع بتكافئ الزاوية نفسها. فبالتالي هذا الإشي اللي لازم نعرفه. وبشكل عام الزاوية ها بتكافئ الزاوية ها زائد 2 نون باي، يعني الزاوية ها بتساوي ها زائد 2 نون باي بتكافئها، سواء نون كانت 1 أو 2 أو 3 أو 4 إيش مكان، يعني لما نضيف 2 باي أو مضاعفاتها هي هي راح يطلع عندي الزاوية ها
اللي هي بالقياس الدائري، أو الزاوية ها حتساوي الزاوية ها زائد 360 ضرب نون، يعني مضاعفات 360 الزاوية ها هنا بالقياس الستيني، لأنه زي ما احنا شايفين 360 درجة، حيث نون عدد صحيح. طيب نيجي الآن لنشاط 7، بيقول لي أجد 3 زوايا مكافئة لكل من الزوايا التي قياسها 60 درجة وباي على 4. طيب الزاوية التي قياسها 60 درجة بتكافئ الزاوية اللي قياسها 60 زائد 360 اللي هو بطلع عندي 420، بحيث انه نون بتساوي 1، لانه حكينا انه الزاوية ها بتكافئ الزاوية ها زائد 360 ضرب نون 360 نون. فلو فرضنا انه نون بتساوي 1، يعني 360 ضرب 1 حيطلع عندي 360، ف 60 زائد 360 راح يطلع عندي 420، بينما الزاوية التي قياسها 60 بتكافئ الزاوية اللي قياسها 60 زائد 360 ب 2. لاحظوا نون خليناها 2، طيب 360 ضرب 2 زائد 60 بيساوي 780، 360 ضرب 2 زائد 60 بيطلع عندي 780. طيب الزاوية التي قياسها 60 أيضا بتكافئ الزاوية اللي قياسها 60 زائد 360 في سالب 1، بحيث أن نون حتساوي سالب 1 اللي في المعادلة، فبالتالي هي بتكافئ الزاوية 60 ناقص 360، لأنه 360 في سالب 1 بيطلع عندي سالب 360، فبيطلع عندي الجواب الزاوية سالب 800 أو سالب 300 عفوا درجة. طيب نيجي الآن للزاوية باي على 4. باي على 4 لما تكون نون بتساوي 1 حنضيف لها إيش؟ حنضيف لها 2 باي، يعني باي على 4 زائد 2 باي. طيب الآن عشان نعرف قياس الزاوية هذه بدنا نوحد المقامات، طبعا بنضرب هنا في 4 المقام ضرب 4 ونضرب في البسط في 4، فبيطلع عندي انه باي على 4 زائد 8 باي على 4 واللي هو بيساوي 9 باي على 4، يعني الزاوية باي على 4 بتكافئ الزاوية 9 باي على 4 زي ما احنا شايفين، لما تكون نون قديش بتساوي 1، يعني احنا فقط ضفنا 2 باي، لانه في القانون 2 باي نون، يعني الزاوية ها بتكافئ الزاوية ها زائد 2 باي نون، هنا عندي نون بتساوي 1. أيضا الزاوية التي قياسها باي على 4 بتكافئ الزاوية سالب 7 على 4 لما تكون نون قديش قياسها؟ سالب 1، لأن لما تكون نون قياسها سالب 1 حيطلع عندي باي على 4 ناقص 8 على 4 باي. ليش ناقص 8 على 4؟ لأنه لما كانت نون بتساوي 1 جمعنا 2 باي اللي هي بتكافئ 8 باي على 4، بس لما تكون نون سالب 1 حنطرح 8 على 4 باي اللي هي بتكافئ 2 باي، فبالتالي رح يطلع الجواب عندي سالب 7 باي على 4 بالقياس الدائري. طبعا لو بدنا نجيب كمان زاوية مكافئة للزاوية باي على 4 ممكن نجمع لها، أو نحكي إنه باي على 4 بتكافئ الزاوية باي على 4 زائد 4 باي، بحيث إنه نون بتساوي 2، فبالتالي لو جمعنا الزاويتين باي على 4 و 4 باي راح تديني زاوية بتكافئ الزاوية باي على 4. طبعا كيف بدنا نجمعهم؟ بدنا نوحد المقامات، رح يطلع عندي باي على 4 زائد 4 باي، طبعا رح نضرب المقام في 4، طبعا المقام هنا 1 ورح نضرب البسط في 4 عشان نوحد المقامات، زائد 16 باي على 4، فبيطلع عندي 17 على 4 باي. فهذه هي الإجابة، أو هذه هي الزاوية الثالثة اللي بتكافئ الزاوية 4 باي، بحيث إنه نون حتكون بتساوي 2. نيجي الآن لنشاط 8، أجد قياس الزاوية ها في كل من الأشكال الآتية. زي ما احنا شايفين عند الزاوية هان سالب 40،
طيب الزاوية ها بادية بالموجب، يعني هي عبارة عن زاوية موجبة، وصلت 90 وهي كمان 90 وهي كمان 90 يعني 270، وضل عندي من 90 اللي بعديها 40، يعني 90 ناقص 40 يعني الزاوية هذه عبارة عن 50، يعني 270 زائد 50، 270 زائد 50 بيطلع عندي قديش؟ 220 أو عفوا 320. طيب هل في طريقة تانية أني أعرف قياس الزاوية ها؟ في طريقة سهلة، بما أنه هذه الزاوية اللي هي عبارة عن سالب 40 درجة بتكافئ الزاوية ها، فبالتالي سالب 40 زائد 360 فبيطلع عندي 220 اللي هي الزاوية المكافئة للسالب 40 اللي هي عبارة عن الزاوية ها. طيب نيجي الآن للزاوية الثانية، والآن نحل على الزاوية المكافئة مباشرة بدون ما نحسب. عندي الزاوية ها سالب 150 بتكافئ الزاوية ها، يعني سالب 150 زائد 360 قديش راح يطلع عندي؟ راح يديني الزاوية ها. طيب قديش الزاوية ها راح تطلع في هذه الحالة؟ سالب 150 زائد 360 راح يطلع 210، فبالتالي الزاوية ها راح تطلع عبارة عن 210. طيب نيجي الآن للزاوية ها الثالثة. عندي هان سالب 300 وعندي الزاوية ها زي ما احنا شايفين عبارة عن زاوية حادة، فبالتالي الزاوية ها حتكافئ الزاوية سالب 300 زائد 360، فبالتالي راح تطلع الزاوية ها عبارة عن 60 درجة. فبالتالي هان الزاوية ها 60 درجة وهان الزاوية ها 210 درجة. هيك قدرنا نجيب الزوايا المكافئة. طيب نيجي الآن لحل التمارين والمسائل. وحول القياسات الآتية من الدرجات إلى الراديان، يعني من القياس الستيني للقياس الدائري. طيب حكينا إنه لما بدنا نحول من القياس الستيني للدائري بإيش بدنا نضرب؟ في باي على 180 ولا 180 على باي؟ طيب لو أنا نسيت إيش بدي أسوي؟ بحكي إنه الباي بتعادل 180 درجة، طبعا هذه لازم نحفظها. طيب ال 240 درجة قديش راح تعادل؟ إذن راح نضرب بالمقص، حنضرب ال 240 في باي ونقسمها على 180، يعني راح نضرب في باي على 180 عشان نحول من درجات إلى دائري، والعكس لما بدنا نحول من دائري إلى درجات راح نضرب في 180 على باي، يعني كل زاوية من الزوايا راح نضربها في 180 على باي. طبعا لما نضرب 240 ضرب باي تقسيم 180، 240 تقسيم 180 بيطلع عندي 4 على 3 باي. طيب السالب 90 عبارة عن سالب باي على 2. ال 420 لما نضربها في باي تقسيم 180 بتطلع عندي 7 على 3 باي. ال 135 بالسالب لما نضربها في باي على 180 بتطلع عندي 3 على 4 بالسالب طبعا باي، فبالتالي كل زاوية من الزوايا ضربناها في باي على 180 فبيطلع عندي التحويلة تبعتها. طيب نيجي الآن للقياسات الآتية. بدنا نحول من القياس الدائري إلى القياس الستيني. زي ما حكينا بدنا نضرب في 180 ونقسم على باي. طيب لما نضرب 5 على 6 باي في 180 على باي، طبعا الباي مع الباي راح تروح، راح يضلع 5 على 6 ضرب 180 بيطلع عندي بيساوي 150 درجة. طيب تلتين ضرب 180 على باي، تلتين باي ضرب 180 على باي بيطلع عندي 120 درجة. طيب الزاوية الثالثة سالب 11 باي على 12، يعني سالب 11 على 12 باي لما نضربها في 180 على باي ايش راح تطلع عندي؟ سالب 165 درجة. طيب سالب باي على 4 راح تطلع عندي سالب 45 لما نضربها في 180 على باي. لاحظوا انه عندي هنا 2.5 درجة او 2.5 دائري عفوا، يعني هنا عندي بقدر استخدم الطريقة الثانية انه كل واحد
د بيساوي 3.14 أو بيساوي عفوا 5 أو 57.3 درجة. كل واحد درجة بيساوي 57.3. طب 2.5 درجة قديش بحتساوي؟ 2.5 درجة حتساوي 57.3 ضرب 2.5، وفي النهاية الجواب رح يطلع عندي بالدرجات 143.25 درجة. فبالتالي هذه الطريقة بنستخدمها لما يكون مديني بدون الباي، بيكون مديني درجات زي هيك، فبنستخدم الطريقة انه 1 درجة بتساوي 57.3 درجة، يعني 1 دائري بيساوي 57.3، ف 2.5 ايش راح يساوي؟ راح نضرب هذا الرقم في 2.5. طيب نيجي الآن للسؤال الثاني. أوجد 3 زوايا تكافئ الزاوية التي قياسها 50 درجة. طب الزاوية 50 عشان نجيب زوايا مكافئة بنضيف لها 360، فبالتالي رح يطلع عندي 410، هاي زاوية، والخمسين بنطرح منها 360 عشان نجيب زاوية مكافئة، يعني بنفرض انه نون عبارة عن سالب 1، فبيطلع عندي في هذه الحالة سالب 360 وموجب 50 بيطلع عندي سالب 310. وأيضا الخمسين ممكن مثلا انه نضيف لها 360 و360 يعني ضرب 2 في 360، فرح يطلع عندي الجواب 770 درجة. فهي عندي 3 زوايا مكافئات للزوايا أو للزاوية 50. طبعا ممكن نضيف 3 في 360 4 في 360 زي ما بدنا. طيب أوجد 3 زوايا تكافئ الزاوية التي قياسها باي على 4 بالقياس الراديان. طبعا لما تكون الزاوية بالقياس الدائري لازم نضيف يا 2 باي ضرب نون. طبعا لنفرض انه نون عبارة عن ايش؟ عبارة عن 1، فبالتالي باي على 4 زائد 2 باي قديش بيساوي هذا الكلام؟ طبعا رح نضرب هنا في 4 وفي المقام في 4 عشان نوحد المقامات، فهذا الاشي بيساوي باي على 4 زائد 8 باي على 4 ويساوي 9 على 4 باي. طبعا هذه زاوية من الزوايا المكافئة للزاوية باي على 4. طيب ايش في عندي زاوية غيرها مكافئة للزاوية باي على 4؟ طبعا لما نجمع للزاوية باي على 4 نفرض انه نون بتساوي سالب 1، ونجمع باي على 4 ناقص 2 باي يعني ننقص منها 2 باي حيطلع عندي سالب 7 على 4 باي، ولو جمعنا للباي على 4 زائد 4 باي يعني فرضنا انه نون بتساوي 2، في هذه الحالة رح يطلع عندي 17 على 4 باي. يعني هدول هما الزوايا الثلاثة المكافئة للزاوية باي على 4. طيب أعطي زاويتين قياس أحدهما موجب والآخر سالب مكافئتين لكل من الزوايا التي قياسها، يعني بدنا زوايا مكافئة واحدة موجبة أو واحدة سالبة، لا مكافئة للزاوية اللي قياسها سالب 200. طبعا سالب 200 بالدرجات، مرة رح نجمع لها 360 ومرة رح نطرح منها 360. طيب الزاوية الأولى سالب 200 ناقص 360 قديش رح يطلع عندي؟ سالب 560. طيب السالب 200 لما نجمع لها 360 قديش رح يطلع عندي الجواب؟ 160 درجة. فهيك أنا جبت زاوية موجبة وزاوية سالبة بتكافئ الزاوية سالب 200. طيب نيجي الآن لل 120. 120 ناقص 360 و 120 زائد 360. ال 120 زائد 360 رح يطلع معي 480. ال 120 ناقص 360 يعني ال 360 بدنا ننقص منها 120 ولكن بالسالب، فبالتالي بيطلع الجواب عندي 240 بالسالب. طبعا ليش؟ لأنه 360 هي الكبيرة، هي عبارة عن الرقم السالب. طيب نيجي الآن للزاوية 2 باي على 3. 2 باي على 3 طبعا بدنا نجمع لها مرة 2 باي ومرة بدنا نطرح منها 2 باي،
طيب لما نجمع لها 2 باي عشان نوحد المقامات بدنا نضرب هنا المقام او البسط في 3 والمقام في 3، فراح يطلع عندي 2 على 3 باي زائد 6 باي على 3، فراح يطلع عندي 8 على 3 باي، هذه زاوية مكافئة موجبة للزاوية 2 باي على 3. لما نطرح منها 2 باي يعني 2 على 3 باي ناقص 6 على 3 باي. طيب في هذه الحالة 2 ناقص 6 راح يطلع عندي سالب 4 على 3 باي، يعني هذه هي الزاوية السالبة المكافئة ل 2 باي على 3. طيب نيجي الآن للزاوية سالب باي على 4. سالب باي على 4 بنفس الطريقة، سالب باي على 4 راح نجمع لها 2 باي، وسالب باي على 4 راح نطرح منها 2 باي عشان نجيب الزاوية المكافئة الموجبة ومرة سالبة. طيب عشان نوحد المقامات راح يصير عندي سالب باي على 4 زائد 8 باي على 4، ضربت هنا البسط في 4 والمقام ضربته في 4 اللي هو عبارة عن 1، فبالتالي بيطلع عندي 8 باي على 4، فبيطلع عندي الجواب هنا 7 على 4 باي. سالب 1 زائد 8 بيطلع عندي 7 والمقام 4 وباي راح تطلع زي ما هي. طيب نفس الحاجة سالب باي على 4 لما ننقص منها 8 على 4 باي، سالب 1 ناقص 8 بيطلع عندي سالب 9 على 4 باي، هذه هي الزاوية الثانية السالبة المكافئة لسالب باي على 4. فهيك زي ما احنا شايفين بنجيب زاوية مكافئة موجبة وزاوية مكافئة سالبة بإضافة 360 وطرح 360 من الزوايا بالتقدير الستيني، وبإضافة 2 باي وطرح سالب 2 باي بالقياس الدائري. نيجي الآن لسؤال 5. دراجة هوائية قطر عجلتها 90 سنتي تسير بسرعة خطية مقدارها 25 كيلومتر في الساعة، ما معدل تغير الزاوية المركزية أوميجا لعجلة الدراجة الهوائية في الثانية؟ يعني بده معدل التغير في الثانية. لاحظوا إنه أوميجا إيش بتساوي؟ بتساوي عين تقسيم إيش؟ تقسيم نصف القطر. طيب بنلاحظ إنه نصف القطر عندنا هنا بالسنتي بينما السرعة بالكيلومتر، وأيضا هو بده إنه عجلة الدراجة بده التغير في الزاوية المركزية، معدل التغير في الزاوية المركزية بالثانية، بينما الزمن هنا اللي موجود عندي بالساعة. إذن رح نعمل تحويل للوحدات، 90 بدنا نحولها لكيلومتر، 90 عشان نحولها لمتر بدنا نقسم على 100، صح ولا لا؟ لأنه 90 سنتي بدنا نحولها لمتر بدنا نقسم على 100. طب المتر لما بدنا نحوله لألف كيلومتر بدنا نقسم على 1000، يعني عشان نحول 90 من متر من سنتيمتر إلى كيلومتر لازم نقسم على 100 ونقسمها على 1000، يعني 90 على 100 ضرب 1000 يعني حنقسمها على 100000، فبالتالي رح يطلع عندي الجواب 9 من 10000 زي ما احنا شايفين كيلومتر. هذا هو عبارة عن نصف القطر بالكيلومتر. ليش حولنا للكيلومتر؟ عشان نوحد الوحدات زي ما بنتعلم في الفيزياء. طيب جبت نصف القطر، الآن نجيب السرعة. أنا بدي وحدة السرعة تكون كيلومتر على الثانية مش كيلومتر على الساعة. طيب 25 كيلومتر على الساعة، صح ولا لا؟ هيك بنكتبها. طيب هذه الوحدة كيف بدنا نحولها لكيلومتر في الثانية؟ يعني كيف بدنا نحول من ساعة إلى ثانية؟ الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة والستين دقيقة فيها 60 ثانية، يعني لو ضربنا الساعة في 60 بيصير عندي الوحدة في الدقيقة، ولو ضربناها كمان مرة في 60 بتصير عندي الوحدة بالثانية. فبالتالي لما نضرب أو نقسم 25 على 60 في 60 اللي هو عبارة عن 3600 راح يعطيني بوحدة الكيلومتر لكل ثانية. إذن 25 تقسيم 3600 اللي هو عبارة عن 60 في 60 بيطلع عندي 69 من 10000 زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما جبنا طبعا قال ايش الوحدة هنا عندي؟ كيلومتر على ثانية زي ما احنا شايفين.
فبالتالي بالثانية الواحدة السرعة عبارة عن 69 من 1000 كيلومتر. طيب نيجي الآن لأوميجا أو معدل التغير في الزاوية المركزية لعجلة الدراجة في الثانية. الآن بما أني حولت الوحدات 69 من 10000 تقسيم نصف القطر عبارة عن 9 من 10000 أيضا ويساوي 7.7 تقريبا، 7.7 تقريبا راديان على الثانية. فهذه هي وحدة الأوميجا زي ما أنتم شايفين راديان على الثانية، جبناها بالثانية لأنه أساسا الوحدات عندنا حولناها لكيلومتر على الثانية، ونصف القطر حولناها لكيلومتر عشان يتوافق مع وحدة السرعة. فهيك أنا بكون جبت قديش هي أوميجا أو الزاوية أو التغير في الزاوية المركزية. أصدقائي الأعزاء، هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم. بتمنى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات. أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي حابب يدعم القناة، احنا فعلنا ميزة الباتريون، فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو، حتفيدكم كتير. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء جديد.